يعني رغم ان هم بيفرحانين ان هم شالوا السيم كلهم، بس اغبياء يعني حطوا لنا مسافه يعني نهرب من كده كلنا كده يعني. يعني عشان كده دايما بقول للناس السهوله والصعوبه مش، لا يا استاذ احمد يا مجدي ما فاتش كتير ولا حاجه، بقول السهوله والصعوبه دي حاجه نسبيه، مش زي ما الناس متخيله يعني. لكن يلا خير الحمد لله، يعني الناس اللي هي عارفه لغات غير دي هيبقى فاهمين اللي اقصد ايه يعني. نتكمل على نتوكل على الله. احنا نبدأ في السكند السيرد دكتور اعمل لي بيرميشن عشان اعمل ريكورد. بس انك فكرتني، فكرني دايما ان شاء الله. طيب احنا خلصنا السكند نوتيشن، وهنبدأ إن شاء الله مع بعض في السير دونوتيشن. إيه السير دونوتيشن؟ حاجة اسمها الإلف. الإلف مشهورة في اللغات الأخرى إلسف، تمام؟ أو إلسف، بتبقى ساعات في بعض اللغات ملزوقة وبعض اللغات متفرقة، وبعض اللغات هنا واكلين حرفين يعني، أصل ده توفير في المساحة يعني. يعني مش هنتريق على اللغة، لكن يعني هما إلف دي معناها إلسف على بعضها. فلما أقول إف وفي كونديشن وعرفنا خلاص الاستمنت لما تنفذ في حاله ترو، طب حاله الالس، في حاله الالس هتنزل عند ال اف، عند ال اف معناها ان انا بقول له في حاله الالس. طب هسالك سؤال ثاني في حاله الاف، هسالك سؤال ثاني، ودي ما كناش بنقدر نعملها غير على كذا خطوه بالشكل اللي هو بتاع الاف اوبريتور او كده، تمام، او الترنري اوبريتور او الى اخره، كانت عامله لنا ازمه. لكن هنا على طول موجوده في اصل جمله الاف، تمام. يبقى اف في شرط تنفذ هينفذ الاوامر. الف معناها لو ما كانش يقصد بيه لو كان الكونديشن الاول جاب فولس والكونديشن الثاني اعمل الكونديشن الثاني ده. يبقى لو الكونديشن الاولاني جاب فولس انا عايز اعمل كونديشن اخر، مش عايز اخش الس، لا عايز اعمل كونديشن اخر. ده معنى الايه؟ الالف اللي هي ثالث شكل من اشكال جمله الاف. يبقى عندي الشكل عامل ازاي؟ في امر قبل، في امر بعد. الشرطين لو جاب ترو خلاص الاوامر دي هتتنفذ وكان الله بالسر عليه. طب لو جاب فولس، قال لك لو جاب فولس انا هسال سؤال ثاني، هعمل كونديشن ثاني، الكونديشن ده ليه برضه ترو. طبعا ممكن اعمل له تفريع فولس، بس انا مش عامل تفريع فولس. يبقى انا عندي لو كونديشن جاب ترو خلاص نفذنا اوامر، لو كونديشن جاب فولس هسال سؤال ثاني وبناء عليه انفذ الاوامر. تيجي نخش في اكزامبل على طول بحيث نفهم شكلها عامل ازاي. بيقول لي عايزين نعمل برنامج بيتيح للمستخدم بيدخل رقمين ويعرض رساله تفيد ان الرقم الاول اكبر من الرقم الثاني او يساويه او اصغر منه. يعني بالتفصيل اقول ثاني، عايز اسال الرقم، ادخل رقمين، وبعد ما ادخل رقمين اسال سؤال، هل الرقم الاول اكبر من الثاني؟ دي اجابه. الرقم الاول تمام بيساوي الرقم الثاني، دي الاجابه الثانيه. خلاص الرقم الاول اصغر من الرقم الثاني، ده الايه؟ ده الاجابه الايه؟ الاجابه الثالثه. يبقى كده عندنا يعني 3 انسرز هم اللي هيوضحوا لنا الفكره بتاعتنا هتبقى شغاله ازاي. طب كلام جميل، احنا عندنا دلوقتي الالجوريزم اللي انا كتبته بتعمل ايه؟ قلت والله احنا عندنا الاول هقول له انتر فيرست نمبر واخد منه الفيرست نمبر، انتر سكند نمبر واخد منه السكند، وبعدين هقول له لو الفيرست نمبر اكبر من السكند اعرض لي الفيرست از بيجر ذان السكند، الاول اكبر من الثاني، واضحه وصريحه. إلس اف لو ما كانش وكان، لان انا عندي سؤال ثاني ما اقدرش احدد، اقول ما اقدرش اقول إلس يبقى اصغر منه، ما اقدرش، مش قادر اقول كده مباشره. لكن إلس اف لو الفيرست بيساوي السكند خلاص اعرض لي الفيرست از ايكوال تو السكند. إلس خلاص بقى، ولا الاولاني اكبر ولا الاولاني اصغر، يبقى اكيد هم اصلا مش محتاجه سؤال، هم الاثنين ايه؟ يساووا بعض. في الحاله دي انا استخدمت الايه؟ ستيرد نوتيشن. يعني لو عايز نخش في الاكزامبل برضه فهمت الفكره بتاعته واخش اطبق، فهمت الفكره بتاعته دي كويس، الاول اكبر من الثاني إلس اف اساس، طب الثاني هو الاكبر خلاص إلس، يبقى اكيد بقى يساووا، يعني ولا ده طلع اكبر ولا ده طلع اكبر، يبقى الاثنين بيساووا بعض، صح؟ دي الفكره ببساطه. فانا لو جيت حبيت اطبقها
هاخد كده الاكزامبل 27 سيف اس خلي اكزامبل 28 واقول له يعني هعمل يعني من الاول ان هو يساوي قلت له فلوت وانبوت انتر فيرست الخط بتاع الكود واضح ولا اكبر الماجنيفاير ولا حاجه واضح يا دكتور واضح تمام وادي النمبر الثاني اقول له انتر سكند نمبر طب قريت الرقمين اقول له ايه ان الان هو تمام احنا ممكن نمشي زي الالجوريزم وانا احب كده افضل كده عشان ما نطبقش نفس خلاص ده فيرست يبقى رقم اسمه فيرست والثاني اسمه سكند يبقى سكند وخلاص وامشي نفس بلاش اللي هتمشي في كتبت الالجوريزم ان هو 1 وان هو 2 يبقى امشي ان هو 1 وان كتبت الالجوريزم فيرست وسكند وسير يبقى امشي فيرست وسكند وسير الى اخره تحس بقى ايه العمليه مسبقه بسهوله يعني فقلت له فيرست لو اكبر من السكند لو الاول اكبر من الثاني مفيش نقاش قلت له مفيش نقاش ان انا هقول له print اقول له فيرست بيجر زين الاول ايه اكبر من الثاني هنا هو نزلت كده في الانتيشن واخداني جوه هو ماسح بالسبيس ارجع في الاول واقول له ايه الف خلاص الف هتعمل ايه؟ قلت له يعني الف يعني معناها لو ما كانتش الفيرست اكبر من السكند هسال طيب الفيرست اصغر من السكند لو الفيرست اصغر من السكند خلاص اتفهمت يبقى في الحاله دي هقول له ايه؟ الفيرست ايه از سمولر سمولر زاد الايه؟ السكند صح كده؟ السؤال الاخير او الشرط الاخير بتاعي اللي هو ايه؟ طبعا ممكن استغنى مش باللفظ يعني او بالالف ان يعني ممكن في واحد فيكم يعمل كده الفيرست ايكوال ايكوال السكند يبقى الالف في الاخر يقال ايه؟ الفيرست از equal to دايما بقول ان ده معناه ان هو مش عارف كل الاحتمالات اللي قدامه الاحتمالات بالنسبه لنا معروفه خلاص ده اكبر خلاص عرفت ده اصغر خلاص عرفت هي مش محتاج تكتب شرط مش محتاج تكتب ايه شرط مجرد إلس قامت بالموضوع مجرد جمله إلس قامت بايه إلس لان خلاص الحالتين انتهوا مفيش غير حاله واحده الف دي لما يكون انا عندي مش عارف لسه الاحتمالات في كذا احتمال اخر لسه وصلت يا شباب لما جينا ضربنا سيف وادوس في 5 طبعا ما فيش نعمل تيست صح جاي اول مره كانت 9 وبعد كده 8 يعني الاول اكبر رد علي فريز بيجر زي قلت له صح وصلت في 5 تعمل العكس قلت له 7 واللي بعديه مثلا 10 فقال لي الفيرست سمولر زي تمام تبقى لي اتوقع ليا التالت لو عملنا 10 و10 الفيرست از ايكوال تو ذا سكند كده كويس جدا كده احنا غطينا كل الايه؟ بقى بنتست كل الاحتمالات اللي احنا عاملينها لو سمحت يا دكتور هو لازم الجمله تقفل بإلس ولا ينفع؟ مش لازم يعني ينفع نقف عند ال اف بس المثال ده ولا دكتور فين؟ يعني اللي هي الجملة اف دي اللي هي 3 دي ينفع نقف عند ال اف بس مش لازم الس في الاخر؟ يعني شيل الحتة اللي بتكلم عليها دي كلها؟ السنتكس بتاع الجملة يعني تركيبة الجملة ينفع نكتبها السنتكس كده عادي مش مشكلة مفيش مشكلة خالص احنا بس مزودين دي السنتكس يوصل لغاية هنا مفيش مشكلة لكن احنا مزودين ده عشان اللوجيك بتاع الفكرة بتاعتنا يكمل يعني تمام تمام؟ طيب ده الشكل الايه؟ الشكل الثالث من جمله الاف. ده الكود اللي احنا جبناه. طبعا هنا انا كتبت كود مختلف. لان طبعا المفروض ان انت وانا استاذ احمد بجد بيقول ممكن نستخدم الفكره دي ونطلع ارقام الموجبه والارقام السالبه ونعتبر ان الصفر محايد جمعي و0
ويطلع لوحده. يبقى لو كان الرقم موجب نقول، لو كان رقم سالب نقول، لو كان رقم زيرو نقول. اه دي هتبقى معانا واضحه جدا، مفيش اي مشكله من اي نوع. تمام. مش عارف المثال برضه اللي حلناه المره اللي فاتت كان ايه هو؟ كان عندي ثلاث احتمالات اللي عملنا فيه المسج وعملنا فيه مش عارف ايه، برضه قدر يتحل بالطريقه دي عادي بسهوله. تمام. اللي انا عايز اوضحه في المثال هنا، هنا الاجابه اللي انا كنت محضرها لكم غير الاجابه اللي حليتها دلوقتي، لان المفترض انت ما تحفظش، انت بتمشي تبع اللوجيك وخلاص. قلت الفيرست فلوت ماشي، انتر السكند ماشي، الفيرست اكبر من السكند، قلت له خلاص اطبع من الاولاني اكبر. الالف انا قلت الفيرست بيساوي السكند، انا مش مشكله لو ده بيساوي السكند اقول له ده ايكوال تو إلس، يبقى خلاص الاحتمال الثالث مفيش غيره، هو ولا الاولاني اكبر ولا الاولاني بيساوي، يبقى الاولاني ايه؟ اصغر. صح ولا ايه؟ هي كده، هي كده، هي نفس الفكره. فدي مش غلط، ده الايه؟ دي مش غلط، ده مجرد اللوجيك بتاعك انت رتبته ازاي، مفيش مشكله. ممكن واحد ما يسالش على الترسيب ده، يسال بالسكند، مفيش مشكله. تمام؟ وصلت؟ نعم. شوف اساينمنت على على السيرت كمان. اساينمنت جميل. بص 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 المثال عشان افهمكم، هو تحس كده ان هو رياضه وحاجه صعبه وبتاع، والله سهل خالص. هشرح لكم الفكره بتاعت الجوريزم لحل المشكله التاليه لايجاد قيمه اف اكس. الاف اكس دي حاجه كده كنا بنعملها في الرياضه. طيب انا مش فاهم الرياضه ومش عايز افهم الرياضه. الموضوع ببساطه جدا، انت بتطلب من المستخدم تقول له اسمح لي دخل نمبر، انتر نمبر اللي هو بالنسبه لك اكس. يبقى انت هتقرا تريد مين؟ يا شباب اكس. هريد الاكس من اليوزر، اقول له اسمح لي انتر اكس، هيدخل الاكس. لو الاكس دي اكبر من الاثنين، لو الاكس اكبر من الاثنين يبقى المفروض تقول ايه زائد بي في اكس. يبقى معناه ان انا هقرا ايه وهقرا كمان مين؟ هقرا كمان بي. صح ولا ايه؟ هقرا ايه وهقرا بي. يبقى انا هقول له انتر اكس، انتر ايه، انتر بي. خلاص هو جاي قايل اف ان الاكس اكبر من اثنين، هتعمل ايه بقى؟ ايه زائد بي في اكس. طب اف ان الاكس بتساوي اثنين، قال لك الريزلت تبقى بثلاثة على طول. الريزلت تبقى بكام؟ على طول ساعتها قلنا النتيجة ثلاثة. طب لو الإكس أصغر من الاثنين، يبقى البي ناقص الإيه ضرب الإكس تربيع. اللي هي ضرب ضرب احنا عارفينها طبعًا صح؟ اللي هي الأس إكسبوننت. احنا بنعملها إيه؟ ضرب ضرب صح؟ يعني أقول إكس ضرب ضرب اثنين. هتبقى معروفة إن دي اثنين إيه أس إكس، إكس أس 2. صح كده؟ نعم. المثال مثال سهل، تحسوا للوهله اللي قالوا ان هو صعب، بس هو سهل مش مشكله. صح صحيح. طيب يسيبكم تحلوا، يلا يسيبكم تحلوا. ان انتم يعني امثله يعني عشان بس ان انا احس ان ايه، لا في امل طبعا وفي سعاد وكله جاي ان شاء الله ما تقلقش يا دكتور طه. لا يعني كويس ان انا احس ان الناس يعني الفكره مش تضيع وقت الناس بدات تمد ايديها. انا عارف ان انا ببقى قاعد متضايق انا عشان قاعد مستنيكم، بس المهم انتم يعني طبعا انتم بداتوا تتحركوا وتحلوا وتفكروا وبتوصلوا، ده هو ده هو ده اصل الموضوع، هو ده الفكره اللي عايزين نوصل لها اصلا. طيب ده ثالث شكل من اشكال جمله الاف. تعال ناخد مع بعض بقى الشكل الرابع. في شكل رابع تاني من جمله الاف. بنسميه احنا نستد اف، يعني الجمل اف متداخله. ان انا ممكن بعد الاف، بعد جمله كلمه اف، وبحط شرط كونديشن، ممكن احط اي اف ستيتمنت تاني من اي نوتيشن، اف بالس، اف بالف بالس، اف بالف من غير الس، يعني ده انا عايزه. جوه مين؟ جوه بعد الاف على طول. وممكن بعد الالس ذات نفسها، يعني انا عامل مثلا جمله من اف والس، جوه الالس، جوه الالس بتاعتي اعمل ايه؟ احط برضو اف ستيتمنت، اف لوحدها، اف بالس ماشي، اف بالف ماشي، اف بالف بالس ماشي، كل ده ماشي باي شكل من الاشكال بالعدد. وممكن بعد الالف برضو، خلاص الالف، ان انا برضو احط اي ستيتمنت جامله الاف. يبقى كده بالشكل دوت بقى اف جوه اف جوه اف جوه اف جوه اف،
مهما كانت معقده ما عندناش اي مشكله، مهما كان مستويات الافتات اللي جوه بعض ما عندناش برضه اي مشكله، كل ده متاح، كل ده متاح. ده بنعتبره بنسميه نستد اف، بنسميه نستد ايه؟ اف المتداخله، اف المتداخله. طيب شكلها كده اف كونديشن وادي ايدنتيشن واف ثانيه. اف ثانيه جوه الاف الثانيه خدت اثنين اندنتيشن، اثنين اندنتيشن يعني دخلت كده مسافتين بتعامل الامر الثاني. الف طالما الف دي كده على مستوى الاف اللي فوق يبقى دي الف بتاعت الاف، يعني اف طلعت صح خلاص هنفذ الكلام ده، الف طلعت غلط هيبدا يخش على الف. اف وعلى حسب بقى فيها 2 اندنتيشن ولا 1 اندنتيشن، شايف المستويات تمام وهل اخر يعني ممكن 3 اندنتيشن يعني يكون اف جوه اف جوه اف، ممكن تكون 4 اندنتيشن اف جوه اف جوه اف جوه اف الى اخره وانت ماشي عملت تسلسل داخليا تمام. مفهومها فكره الاندنتيشن ان عملت تسلسل معاك على قد يعني هنا اف وجواها كمان اف يبقى طبيعي هتيجي 2 اندنتيشن، طب اف جوه اف جوه اف طبيعي هتيجي 3 دي اندنتيشن وهكذا. مفهومه الفكره دي؟ نعم. طيب يقول لي على طول كده اف الالجوريزم بتاعت فوتشر واختبر البرنامج ده. ايه بتاعت البرنامج ده؟ شويه رغم ان هو بسيط جدا بس مشكلته هنا مش البرمجه، مشكلتك براكتس بس. عايز اصمم برنامج انا ادخل ثلاث ارقام ويرتبهم بس قضية. يطبع القيم من الاصغر ثم الاكبر ثم الاكبر. موضوع قد يظهر ان هو بسيط خلاص، احنا بنفكر فيه ازاي؟ احنا كبني ادمين بنفكر فيه ازاي؟ تمام؟ ايه القضيه؟ يعني ممكن اقدر احل المثال ده باكثر من اسلوب واكثر من فكره مختلفه، بس انا عايز احله بصراحه يبقى عندي اغراض دايما، انا اغراض علميه وعندي اغراض طبيه، فانا عايز استخدم النستد اف، فاهمني؟ يعني عايز استخدمه بالنستد اف، هو طبيعه الحال هيستخدم بالنستد اف. فانا ما جيت اعمل له الالجوريزم بتاعي كتبت الجوريزم، انا كتبت الجوريزم لنفسي قلت هريد الايه؟ هريد البي، هريد السي، ادي الثلاث ايه؟ الثلاث ارقام اللي عندي، صح شباب؟ عايز ارتبهم. انا بختبر نفسي الاول، انا دلوقتي عارف بفكر فيها ازاي دايما في الكمبيوتر، اكنك جبت ورقه وقلت لك اكتب عليها رقم هنا من غير ما انا اشوفه. وقمت حاطط الورقه كده على ظهرها. ورقه ثانيه كاتبت عليها رقم وانا حاطه على ظهرها. الرقم الثالث احطه على ظهرها. انا بدات يبقى عندي ثلاث ارقام موجودين دايما بس انا مش عارف جواهم ايه. الاي موجوده اللي هي الورقه الاولى. والبي موجوده اللي هي الورقه الثانيه. والسي موجوده اللي هي الورقه الثالثه. وانا عايز في الثلاث ورقات دول، احنا مش بنلعب ثلاث ورقات بس يعني انا بدي مثال ما اعرفش مثال راح من اللي كده. لكن الثلاث ورقات الموجودين قدامي دول انا عاوز اعمل لهم اعاده ترتيب بحيث ان انا في الاخر يطلع الكبير معايا في الاول او الصغير معايا في الاول بعد كده الاكبر بعد كده الاكبر. يعني تصاعدين او تنازلين زي ما انا عايز. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل تصاعدين يعني من الصغير للكبير. فقلت بص لو الاول اصغر من او يساوي الثاني وفي نفس الوقت الاول اصغر من او يساوي الثالث، يعني لو الاولاني دلوقتي مسكت واحد بس. الاولاني ده لو اصغر من الثاني واصغر من الثالث حلو يبقى عرفت ان ده الصغير، حد معترض عليا؟ يبقى طلعت الاول ثمره من الموضوع. الكونديشن بتاعي ايه؟ انا عندي ثلاث حاجات ثلاث العاب انا بس بلعب عليهم. الاول انا عايز ثلاث ارقام، فبقول لو ده اصغر من ده وده اصغر من ده يبقى انا متاكد ان ده اصغر واحد فيهم. حتى لو بيساوي واحد فيهم مش مشكله. يعني لو هو اصغر من او بيساوي، يعني افترضنا ان هو طلعت مثلا ثلاثه ثلاثه وخمسه. خلاص خدت الثلاثة الأولى، خدت الثلاثة الثانية، فرقت معاك الثلاثة الأولى من الثلاثة الثانية؟ هتفرق معاك الثلاثة الأولى من الثلاثة الثانية؟ أبداً. أبداً. صح؟ فخلاص أنا قلت أكثر من أو تساوي. بس الكونديشن الأولاني ده ما بتجيش غير معلومة واحدة. إيه هي المعلومة دي؟ إن الـ A هي أصغر رقم. صح كده؟ يبقى أنا فاضل لي مين؟ الـ B والسي اعرف موضوعهم فين، مين هيتحط الاول ومين هيتحط الثاني. قمت قايل ايه؟ مش داخل جوه الاف كابتن. اف ان البي اصغر من او يساوي السي خلاص. لو البي طلعت اصغر يبقى كده اي بي سي. صح ولا ايه؟ يبقى ده الاي بي سي. طب الس معناها ان البي مش اصغر من السي. خلاص؟ يبقى ايه سي دي. يبقى الايه كانت اصغر واحد انا خلصان منها.
بس طالما ان البي ما طلعتش اصغر يبقى السي هي الاصغر، يبقى سي بي. قلت له خلاص بتاعتها اي سي بي. قبل ما اكمل الحته دي عند سطر 8 لغايه هنا مفهومه؟ تمام؟ تمام يا دكتور. كويس جدا. لغايه هنا تمام. جبت بتاع ليه بقى؟ طيب انا كده اول ما مسكت الموضوع مسكته بالايه؟ واشتغلت على البي والسي. ادي اول شكل. ممكن تكون لا الاي مش اصغر من البي ولا اصغر من السي. خلصنا؟ الاي ما هياش اصغر من البي وما هياش اصغر من السي، فمش هيخش في الاف دي من اصله. مش هيخش في الاف دي من ايه؟ من اصله. قلت له ماشي. الس اف اللي هي تعتبر الف بالنسبه لنا احنا. تمام؟ ده مجرد بس ايه بنسميه بسودو كود، يعني يعني كود كده ايه جدول كده كروك. فقلت له الس اف معناها ان الاي مش اصغر من البي ولا الاي اصغر من السي. فقلت له خلاص هل البي هل البي اصغر من الاي اند البي اصغر من يساوي السي؟ يعني خلاص عرفنا ان الاي مش اصغر من الاثنين، همسك البي. طب هل البي اصغر من من الاي والبي اصغر من السي؟ لو كده يبقى انا طلعت بواحده، طلعت ان البي هي اللي اصغر في الاثنين، طلعت ان البي هي الاصغر في الاثنين، فيبقى سهل عليا ان انا لسه هقارن ما بين الاي وما بين السي. طالما طلعت ان البي اصغر واحده خلاص عرفت مسكت واحده، يبقى فاضل لي ان الايه؟ فاضل لي ان اقارن ما بين الاي وما بين السي طالما ان البي اصغر واحده. فقلت له خلاص في الحاله دي اقارن، هل الاي اصغر منه يساوي السي؟ لو اصغر منه يساوي السي يبقى خلاص يبقى الاولاني بي انا خلصان. بقى اي سي طالما ان الاي طلعت اصغر يبقى يبقى البي احنا خلصانه، يبقى الاي سي. إلس معناها ان الاي مش اصغر منه يساوي السي، يبقى السي هي الايه؟ هي اللي اصغر منه وتساويها، يبقى ساعتها البي خلصانه بس نحط السي ثم الاي. وصلت كده؟ وصلت؟ نعم. تمام. اول انا ركزت على الايه؟ قارنتها بكله. ثاني مره ركزت على البي وقارنتها بكله. تبقى ليا ايه؟ السي. مفيش حل تاني. يعني لو الشرط الاول ده اتضرب يعني الايه مش اصغر منه وتساوي البي ولا الايه اصغر منه وتساوي السي. نزل في الالس اف. البي مش بتساوي الايه؟ مش اصغر من الايه ولا اصغر من الايه؟ بالسي. يبقى خلاص معروفه هي السي اصغر واحده، مش مالهاش مالهاش منطق رابع. هم دول ثلاثه يعني ثلاثه منطق اللي احنا شغالين عليهم. يا الايه تظهر تطلع اصغر واحده، يا البي تطلع اصغر واحده، يبقى من غير ما اسال السي طلعت اصغر واحده من غير ما اسال، صح ولا ايه؟ مش محتاجه مني سؤال. ولذلك قلت الس، خلاص انا عرفت ان هي مين؟ السي اصغر واحده، عشان كده ثبتت السي خلاص خلصان منها. يبقى انا اسال بس على هي البي الاكبر، هي الايه الاكبر من البي ولا البي الاكبر من الايه؟ قلت له لو الاي اصغر من البي خلاص يبقى سي اي بي، طالما ان الاي طلعت اصغر الس يبقى الايه ما طلعتش، يبقى مش الاي الاصغر يبقى البي الاصغر، يبقى سي بي اي وخلاص. في الحاله دي كده انا طبعت ارقام من السؤال الايه؟ الكبير. فعلا ولا ايه؟ طبعا كل الصعوبه اللي فيها صعوبة ده على فكرة ملهاش دعوة بالكود، انك تبقى مركز بس وايه بترتب ازاي بحرفة ومخك يبدأ يشتغل، مش برمجة. ناس كتير جدا بتحس ان دوت بقى برمجة صعبة، هي مش صعبة. ده عندك بس اللي لسه مش ايه؟ مش شغال. ازاي ارتب، ازاي افكر، ازاي يعني تيجي جنب دي، ازاي دي تيجي الاول، دي الثاني. محتاج منك بس شوية مهارات بتتنمى. صلاة تنمية عندك واحدة بواحدة، مع اكزامبلز كتيرة تناسب مستواك التفكيري بقى اكثر تفصيلا وتسلسلا. تمام؟ فلو احنا مثلا جينا قلنا عايزين نكتب الكود بتاع بقى سهل ولا ايه؟ طبعا لو مستر طيب نعمل اكزامبل 29. قمت ماسح كل الكلام الجميل ده. قمت قايل له ادي ايه؟ وده هقول له ايه؟ لود وانبوت انتر نمبر 4 ايه؟ اكو كابي الت بيست فاير دي بي
انتر نمبر فور بي. عملت واحد كمان سي انتر نمبر فور سي وكده اخذنا ثلاثة اس في نمبر. وده جاي قايل له اف لو الاي اصغر من او تساوي البي اند ان الاي اصغر من او تساوي السي. طبعا عندنا الزن عندنا نقطتين يساوي الزن ده اس انتر تخلي اندنتيشن تخلي مرحله جوه اول مرحله. فقلت له اف سبيس طبعا ممكن احط الاقواس على فكره عندنا شغاله يعني لو بي اصغر من او تساوي السي مش مشكله تمام حطيت ايه كولون. خدوا بالكم بقى هيحصل ايه يخش تو اندنتيشن ادي الاولى هي بتاعت مستوى الاف وادي مستوى الاف الايه الثاني. خدت بالكم انا داخل ايه داخل مرحلتين. فقلت له عايز اعمل ديسبلي الاي بي سي فاقول له برنت